اخيرا حكام مباراه القمه. اتحاد الكره زي ما سمعته من فاروق صلاح من شويه لما قابل كابتن عامر حسين، قال له ايه؟ قال له احنا سايبين الامر في يد بيريرا الخبير الاجنبي اللي بيتولى رئاسه لجنه الحكام. بيريرا عمل مؤتمر صحفي من فتره قريبه وقال انا الموسم ده ماليش دعوه بحاجه ولا بعين حكام اصلا عشان بحترم زملائي اللي في اللجنه. طب السنه الجايه هنعمل ايه؟ واتحاد كره القدم عندما يتم سؤاله يقول لك احنا في مباريات القمه لما جينا نسال بيريرا قال لك احنا مش هنجيب حكام اجانب تاني. طيب اذا كان بيريرا بيقول ان هو مش هيعين الحكام ومش هنجيب حكام اجانب، طب مين اللي هيعين حكم مباراه القمه؟ الاجابه كابتن توفيق السيد وكابتن محمد فاروق. انا بجيب لك حضرتك من الاخر. طيب مين اللي هيدير مباراه القمه؟ حتى الان الاسماء المطروحه هي اللي بتشوفها في الدوري، هنجيب منين؟ هم دول اللي موجودين، وهي نفس الاخطاء وهي نفس الامور. انا مش عايز حد بس يطلع يقول لك ايه؟ اصل قناه الاهلي بتضغط على الحكام، انا ولا بضغط على حكام ولا بضغط على حاجه. طلع الماتش الجاي ده بره الحسبه خالص. كسبت، اتغلبت، اتعادلت، اللي يحصل يحصل، ولكن الماتش اللي بعده لو ربنا كرمني وكسبت او اتعادلت خلاص خدت الدوري. اللي بعده يعني اللي انا اقصد اقوله طبعا انا عايز اكسب. وعايز اكسب وافرح واتبسط في الماتش اللي جاي، ولكن عشان ما حدش بس يدخلنا في قيل وقال. ولكن انا عايز اوجه بس رساله بسيطه للجنه الحكام ولطاقم تحكيم المباراه، مباراه القمه. من فضل حضرتك طبق القانون فقط، بلاش اختراعات. واللي على الفار يكون عارف يعني ايه بروتوكول الفار. بروتوكول الفار مش روح البروتوكول. اصل انا سمعت الكلام ده قبل كده من احد الحكام يعني، لان هذا المصطلح بيرجعنا لذكريات للمصطلحات الغريبه. ولكن كل ما يهمنا الاهلي نادي كبير، الزمالك نادي كبير، يهمنا ان يكون هناك تحكيم مصري يليق او غيره او غيره، عشان ما حدش ياخد الكلمتين دول يقول لك كذا، مصري او غيره. ولكن اذا كان التحكيم مصري فيجب ان يكون الحكم أو يجب على الحكم تطبيق القانون فقط لا غير، على الأحمر وعلى الأبيض. مش على واحدة من الاثنين، مفيش حاجة اسمها احتواء، مفيش حاجة اسمها روح بروتوكول، الكلام اللي احنا بنسمعه ده كلام غريب وأول مرة